هاجم مسلحون مجهولون مساء أمس منزل وكيل محافظة إب والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام عقيل فاضل دون وقوع إصابات بشرية. وذكرت المصادر إن مسلحين كانوا يستقلون دراجتين ناريتين وأقاموا بإطلاق النار على منزل الوكيل فاضل الكائن جوار الجامعة وسط المدينة ولذوا بالفرار، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون وجود إصابات بشرية. الساعة 6:30 مساء بعد عودتي من منزل الأخ المحافظ وأنا في مجلس الديوان، فوجئت بإطلاق وابل من الرصاص على المجلس وعلى أرجاء المنزل. بكل تأكيد هذه هي مجرد رسالة يحاولون أن يثنون عن آرائنا التي دائما نقولها بكل صدق وصراحة، منطلقين من حرصنا على الوطن بدرجة رئيسية.